تاج لحد الآن في 49 دقيقة لعبة. نذكر المنتصر من المواجهة هذه باش يلاقي نيجيريا في الدورة نصف النهائية. كل التوفيق لمنتخب محاربي الصحراء وأيضا لمنتخبنا الوطني التونسي نسور قرطاج اللي يواجه الليلة مع 8 في استاد السلام مدغشقر في نفس الإطار. الأجواء والتشكيلة بالنسبة لمنتخبنا الأقرب في المواجهة هذه من ملعب السلام في القاهرة ناخذوها من عند مبعوثنا كريم مخني. كريم مساء النور. مساء النور يا صاحبي، كيف حالك؟ المسلمين بالفعل حاليا متواجدين في ملعب السلام، السلام ستاديوم، هنا في إحدى ضواحي القاهرة تحديدا مدينة السلام، ومنتخبنا الوطني التونسي يوصل بعد دقائق قليلة يوصل هنا لأرضية الميدان تقريبا قبل ساعتين من انطلاق المباراة. على كل تشكيل الإشارة فيها متقدمة في مباراة اليوم في فترة انتظار المسابقة التشكيلة الرسمية حسب قوانين الإحتياط سابقا قبل الساعة رسميا لإسعادة العموم وإسعادة الكيف على الصحفيين بالتشكيلة المحتملة. سمح كريم، كريم سمحني، في الدور ربع نهائي قبل بساعة ولا في المقابلات الكل؟ لأنه يعني التشكيلة عادة ما تهبط قبل بثلاث أربع سوا. احنا كنا ناخذوها بصفة رسمية من الجامعة التونسية ولكن عند يعني عند الناس الكل وبالقوانين تقدر تقبل الساعة في كل مجلسات التابعة لاتحاد القارية لكرة القدم. على كل تشكيلة القوة موظف كان في حالة المرمى على اليمين من المقيم مشكوك الشريد على اليسار حديدي براون ومريح في محور الدفاع، ثم أمام الرئيس الأرسولي سرجاني الكيسي كيلو الشعليلي يوسف الكيسي وادي الخزري ياخذ مكانه من المقروض اليوم مكان يوسف البدري دونك ذلك علاش قلنا تغيير وحيد وفي الهجوم باش يكون يوسف الخميسي كيف اختار اخر الليل ان شاء الله ما يأثرش. اختار في اخر لحظه تغيير المركب الرواندي للمركب المغربي، نحكي على مركب المباراه كيف تم الفار اليوم، ولكن حاجه جديده معناتها ان المراقب يتغير في اخر لحظه. نعرف مدغشقر هذا المنتخب هو منتخب احمد والملغاشي رئيس الاتحاد الريفي لكرة القدم، نعرف ايضا سوابق الفار مع الانديه الشمسيه في المنتخبات القاريه بحلوها ومرها، دونك هذاك علاش دونك كما قلنا خطاب رسمي تلقاه الجامعه التونسيه لكرة القدم من الاتحاد الريفي الكاف، وتقول انه مركب المباراه هو الرواندي كيليستان تم تعويضه بالمغربي سعيد بالخياط قبل كما قلنا 6 ساعات فقط تقريبا من انطلاق المباراه. ان شاء الله انه مراقب شنو السبب كريم؟ انا عارفش عندك الاسباب ولا فما سبب واضح؟ السبب لحد الان حتى الجامعه التونسيه لحد الان ما وصلهاش الرد فقط، ويجيك اعلان مستقبل صباح هذيك يقولوا 3 ساعات على المباراه. شكرا لك كريم مقني، كنت معنا مباشره من ملعب السلام. ذكر المنتصر من المباراة هذه تونس مدغشقر باش يواجه في الدورة نصف النهائي من كان مصر منتخب السنغال. نوقف ملف الكان بعد شوية نرجعوا ونعطيكم النتيجة الحينية في مباراة الجزائر وأيضا كوت ديفوار. إلى آخر أخبار السي اس اس، هيئة الفريق قررت التلاق بالتراضي مع الظهير الأيسر أشرف الزويغي في انتظار الكشف على تفاصيل فسخ التعاقد حسب ما أكدوا رئيس النادي مصر خماخم خلال ندوة صحفية انعقدها اليوم في اللوكال. في المقابل خماخم أكد إحالة كل من محمد علي منصر على مجلس التأديب بسبب عدم التحاقه بالتدريبات اليوم، بالإضافة إلى سوكري أيمن حسين مانوتشو اللي التوا ما جاءوا من بلدانهم والتحقوا بالفريق للتحضير للموسم الجديد. دونك بالنسبة للملعبية اللي ما همش باش يشاركوا أكيد في التربص نتاع حمام بورقيبه من 12 الى 22 جويليه بخلاف الملعبيه اللي كنت نذكر فيهم عمر بوراوي وليد القروي بسبب عدم تعافيهم نهائيا من الاصابه، محمد امين الحمروني اللي باش يغيب عن الملاعب لمده 2 شهر بسبب الاصابه، فضلا عن احمد عمار اللي كان معار للملعب الجيبسي، سعيد كرشود اللي كان معار للاولمبي البيجي، وايضا طبعا محمد علي الرقوبي اللي كان في الاتحاد المونستيري والملعب الجيبسي، والمنتظر الملعبية ذوما الاستغناء عليهم أو إعارتهم من جديد. دونك هذه قائمة اللاعبين باش يشاركوا في التربص: حراس المرمى أيمن دحمان، هادي قعلول، صبري بن حسن وأيوب العبيدي، في مستوى مركز الظهير الأيمن حمزة المثلوثي، محمد بن علي، غيث المعروفي، مركز الظهير الأيسر محمد علي جويني، عزمي غومة وحسام دكدوك، في الدفاع
يعني في محور الدفاع نسيم هنيد، هاني عمامو، مراد بن يونس من يونس، مليك أصفان، على غرام وخشمار اللاعب الجزائري الجديد، في وسط الميدان جلاسي موسوندا، يوبير، محمد علي ترابلسي، كواكو ومامادو، لعبة ذات تحت الاختبار إلى حد الآن، أيضا جسم الحمدوني، أيمن الحرزي، القريشي الوسلاتي، البوعلاقي اللي جاء من النادي الأفريقي، يوسف بن سودة، سلام بكير، حسام بن علي وبشير الغرياني، وفي الهجوم نلقاو على الدين المرزوقي وفراس شوات. ذكر الترابلس هذا باش يقود المدرب المساعد الاول وسيمة معلا والمساعدين زوران وبوريس، اللي عنده مهمة اخرى هي التنسيق ما بين الفريق الاول والفريق الثاني، الاسم الجديد هذا اللي تسمى على فريق النخبة. في اخبار الميركاتو العالمي، فالنسيا الاسباني اعلى اليوم فسخ عقد المدافع التونسي طبعا ايمن عبد النور بعد عودته من الاعارة من اولمبيك مارسيليا. جواو ماريو وميراندا قرب برشا من الانتقال إلى موناكو من إنتر ميلانو. أخبار تقول أن أنطوان غريزمان قريب جدا جدا من الانتقال إلى برشلونة الإسباني، وكسر العقد سيكون في الساعات القليلة القادمة. أكثر